السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة ابتلاء آل ياسر في رحاب التربية الإسلامية على بركة الله. إذا لا تنسوا الانضمام إلى قناتي الثانية. قال تعالى في سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أتدبر من خلال الآية فوز المتقين الصابرين على البلاء مستحضرا ابتلاء آل ياسر. إذا آل ياسر اللي غادي تشوفوا في هذا الدرس يعني هم أسرة مؤمنة من الموالي، أي ليست من الأسياد بل من العبيد، يعني قبل مجيء الإسلام، قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت آل ياسر من العبيد يملكها بنو مخزوم، فآمنت كلها الأب والأم والابن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فعذبوا، فمات الأب والأم، وبقي ابنهم عمار بن ياسر، فلهذا فهم من الصابرين المتقين الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بجنات النعيم. إذا قال ابن إسحاق: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه. وهذا الأب ديالو الأم ديالو كانوا بلغ قد بلغا من الكبار، يعني ما بلغ يعني تجاوزوا 60 من العمر، وكانوا أهل بيت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمداء مكة. رمداء نشوفوه هي الرمال الشديدة الحر. فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي إذا أمه قتلها أبو جهل فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام، أي ترفض الكفر. لماذا كان بنو مخزوم يعذبون آل ياسر؟ يعني آل ياسر يعني أسرة ياسر، آل ياسر يعني أهل ياسر، نقول آل ياسر على آله وصحبه، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يعني أهله وصحبه. إذا لماذا كان بنو مخزوم يعذبون آل ياسر؟ كانوا يعذبونهم لأنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم آل ياسر؟ بشرهم بالجنة. ما الوقت الذي كان يختاره بنو مخزوم لتعذيب عمار وأبويه؟ كانوا الوقت هو كانوا يعذبونهم عند الظهيرة عندما يشتد الحر. ما الدليل على تشبت أم عمار بن ياسر بإسلامها؟ شنو الدليل؟ كيبين لنا بأنها بقات متشبتة بالإسلام ديالها، وأنها قتلت، أنها توفيت من شدة العذاب، وأن أبا جهل قتلها بحربه برمح، غرس رمحا في جسدها الطاهر فقتلت واستشهدت في سبيل الله. إذا السؤال الأول هو هذا: كانوا يعذبونهم لأنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بما بشرهم الرسول؟ بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشرهم بالجنة. الوقت الذي كان يختاره بنو مخزوم لتعذيب عمار وأبويه، يعذبونهم عند الظهيرة عندما يشتد الحر وتشتد الرمداء. الدليل أنها توفيت، نقولوا كاع احنا أنها قتلت في سبيل الله، لأن مادام كن لو لم تكن متشبثة بالإسلام لما قتلوها. لم يفتر المشركون عن الأذى، يعني لم يعي المشركون عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن جهر بدعوته، كما تعرض كثير من الصحابة رضوان الله عليهم لمثله، ومنهم عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية الذين أسلموا رضي الله عنهم. فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم، يعني أسيادهم، لأنهم قلنا كانوا من العبيد لم يكونوا أحرارا، إذ كانوا يخرجونهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمال مكة المحرقة. فيمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فيقول، إذا الرسول كان يشوفهم كيتعذبوا ما عندهم يدير لهم، لأن الإسلام في بدايته كان المسلمون مستضعفون، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى،
فلا يملكون من أمرهم شيئا، فهمت؟ فكان يدعو لهم ويقول لهم صبرا آل ياسر، ويبشرهم بالجنة، فيقول إن موعدكم الجنة. وبذلك سطرت هذه الأسرة المباركة بهذا الموقف أعلى رمز للفداء والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبقي الولد يعني الابن عمار، وكان قد بلغ الأربعين تقريبا، ف يعني بقي حيا إلى أن بلغ التسعين من عمره، وتوفي في معركة، عندما يعني معركة بعد معركة ثم ماذا تسمى معركة الصفين، فاستشهد فيها. إذن من الذين عذبوا بسبب الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سمية، إذن لسميسة سمية تعرف أنها أول امرأة تقتل في سبيل الله وتستشهد في سبيل الله. عمار بن ياسير كذلك زوجها، أما هذا عمار بن ياسير هو الابن، أما هذا ياسير هو الأب. نعم. لماذا غضب بنو مخزوم على آل ياسير؟ إذا غضب بنو مخزوم لأن آل ياسير اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ورفضوا الرجوع والارتداد عن الإسلام، ارترتب عن إسلامهم العذاب الشديد والتعذيب، حتى لقي ياسر وسمية رضي الله عنهما حتفهما واستشهدا في سبيل الله. وماذا ترتب وهذا؟ كيف عذب بنو مخزوم آل ياسر؟ كيف كانوا يعذبونهم برمضاء مكة بالضرب والتجويع، نعم، والأذى بطبيعة الحال. المهم راه داك الشيء كنعاودو، لما قتلوها، لما قتل بنو مخزوم أم عمار وهو قتلها أبو جهل، قتلوها لتشبثها بدينها ورفضها للارتداد والرجوع عن الإسلام. نعم. هنا عن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا غادي يتكلموا لنا عن الابن، وذكر آلهتهم بخير. هنا باش نفهموا، فأن عمار بن ياسر الابن يعني كانوا يعذبونه تعذيبا شديدا، ثم يضعون رأسه، يغطسون رأسه في الماء حتى يغمى عليه، يعني يعذبونه عذابا شديدا. وقالوا له: اذكر آلهتنا بخير، لأنهم كفار. قال له: اذكر آلهتنا بخير، وسب النبي، سب محمدا، واذكر محمدا بشر. ففعل يعني مرغم مكره من شدة العذاب ومن شدة الإغماء، فقد اضطر أن يسب النبي ويذكره بسوء. فماذا وقع؟ قال: جاء عند النبي، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ أش بيك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت، يعني ما خلونيش حتى نلت منك، ما تركت حتى نلت منك، يعني سبيتك أو قلت فيك سوء، وذكرت آلهتهم بخير. قال: إن عادوا فعد. قال له هنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا عاودوا شدوك وعذبوك، عاود قول لهم داك الشيء اللي بغاو. فهنا أن الله أنزل في شأن عمار، المهم هذه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمار قال هذا الكلام وقلبه عامر وممتلئ بالإيمان، فهو يعني أرغموه على قول ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قام هنا نسمعوا، استخدم من الوضعية موقف عمار بن ياسر. قام عمار بن ياسر بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت طائلة التعذيب الشديد، أي أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قابل الرسول صلى الله عليه وسلم صنيعه عمار؟ قابل صنيعه بالتفهم والرحمة صلى الله عليه وسلم. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيشوف أن عمار بن ياسر يعني تلقى عذاب شديد، وأنه فقد أمه وأباه، يعني الأب ديالو توفى، الأم ديالو توفات، وجاه كيبكي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: قفرتها، ماذا فعلت؟ لقد دلت منك يا رسول الله، راني يعني خاف قلبي. فقال له، طمأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تخف، إن عادوا فعد. بحال قال له: الله كيعلم داكشي اللي عندك في القلب ديالك، وعارفك تحب الله ورسوله،
فلا عاود شدوك وعذبوك، غير دير لهم خاطرهم وعاود فلا شيء عليك. فهمت؟ أتنظرون تنظروا إلى إلى رحمة الله ورحمة رسوله بالمسلمين. إذا قال له إن عاد فعد، لأنه مكره على قول ذلك، قلبه وقلبه عامر ممتلئ بالإيمان وحب الله ورسوله. أتشبع بالقيم، أحب الصحابة رضوان الله عليهم، وأقدر صبرهم وتضحياتهم العظيمة. أعرف هنا عرفت صبر آل ياسر على البلاء، وفي الشطر الأخير من سورة القاصة سأتعرف قيمة الصبر. هنا نشوف كيتكلموا لنا على يونس عليه السلام في سورة القلم في أواخرها. وصلوا على رسول الله.